كان لها دور كبير في يعني عندما رجعت إلى تطوان في بعث الثقافة العربية في هذه المدينة. هذه البعثة الحسنية، سميت البعثة الحسنية نسبة إلى الخليفة السلطاني الذي كان يحكم بتطوان آنذاك أو بالمنطقة الشمالية عموما، الخليفة الحسن بن المهدي. إذن من خلال علاقة مدينة تطوان وعلاقة تطوان بهذه أو يعني بهذه المراكز بالذات، نابلس ومدرسة النجاح في فلسطين والقاهرة ومؤسساتها العلمية، سأركز على العلاقة التي جمعت بين هذه المراكز كما قلت. سأعتمد في كل هذا على ما لدي من وثائق ومن مستندات كثيرة جدا بفضل ما أقوم به كما تفضل الدكتور مصطفى القصيري منذ قليل، من قيام على إحدى أهم المكتبات الخاصة، وهي مكتبة والدي المرحوم محمد داود مؤرخ مدينة تطوان. فقد ترك رصيدا ثقافيا مهما جدا متمثل في مكتبتي التي أقوم بالحفاظ عليها منذ المقررات، والكتب التي كانت تدرس في القاهرة لكي يعتمدها في إدارات التعليم بالمغرب، وأخص المنطقة الشمالية التي كانت تحت الحماية الإسبانية. إذن هذا من جهة. من جهة أخرى أركز على ما كان له من اهتمام أيضا بمحاولة تقريب المجتمع المغربي بالمجتمع المصري بالخصوص والعربي عموما. ذلك يتمثل في استقطابه لعدد كبير من الصحافة التي كانت تصدر من المشرق العربي، يستقطبها إلى تطوان ويقوم بتوزيعها وبالتعريف بها، وخاصة يناقش هذه المقالات الموجودة في هذه الصحافة مع تلامذته بالمدرسة الأهلية، وكان يوزع هذه الصحافة حتى في بقية مدن المغرب التي توجد في نفس المنطقة، وكذا في منطقة الجنوب التي تخضع للحماية الفرنسية، وهذا سبق لم يسبقه إليه أحد. فيعني بفضله كانت الصحافة العربية بالمشرق تجوب جميع المدن المغربية في ذلك الوقت المبكر، يعني في الثلاثينيات وفي العشرينيات من القرن العشرين. ثم أتحدث بالطبع كما قلت عن بعض التفاصيل التي تهم البعثات الطلابية أو الدراسية التي خرجت من تطوان إلى المشرق العربي وخاصة القاهرة. Thank you.